بالتحديد. دكتور عدنان، هل تعتقد بأن تخفيض رواتب الموظفين سلبية أدرجت ضمن ورقة الإصلاح وستؤثر بطريقة أو بأخرى على الوضع الاقتصادي أو على حركة السوق بشكل عام، باعتبار أنه العراق ما بيدور اقتصادية غير الرواتب الموجودة حاليا؟ بالتأكيد أستاذ، إحنا بصراحة يعني الورقة هي وصفة جاهزة من صندوق النقد الدولي تستهدف الدول المتعثرة اقتصاديا، والحقيقة نفس هذه الورقة قدمت إلى الحكومة العراقية عام 2017 بنفس المحتوى، وإن كانت الأطر مختلفة فيما بين الورقتين يعني، لكن هي بشكل عام نفس الورقة، نفس وصفة صندوق النقد الدولي اللي يسميها الدكتور رمزي زكي رحمه الله روشتة الصندوق. هاي الروشتة ماشية في كل الدول. هذه الروشتة أو هذه الوصفة لها آثار سلبية عديدة، خصوصا على الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل. يعني احنا بالعراق التصريح الأخير للسيد وزير التخطيط يقول أنه بعد جائحة كورونا أصبحت نسبة الفقر بالعراق 31.8%، يعني 11,400,000 شخص عراقي يقعون تحت مستوى خط الفقر، يعني يستلمون أقل من 75,000 دينار بالشهر. هؤلاء لما تأتيهم مثل هذه الإجراءات التقشفية شنو راح يصير بحالهم؟ ماذا سيحصل لهم؟ كيف سيواجهون أعباء الحياة؟ خصوصا وأن الحكومة مثل ما ذكر أستاذ مصطفى لم توفر لهم أبسط الخدمات. يعني الآن أنا مطلوب من عندي أنه أدفع للصحة وأدفع للمولدة وأدفع لشبكة الإنترنت وأدفع للمدارس الأهلية وأدفع وأدفع وأدفع، وبالمقابل الحكومة أيضا تريد فرض ضرائب. حقيقة أنه هذه الفقرة بالورقة هي فقرة سلبية جدا وستؤثر بشكل كبير على الموظف. الورقة تضرب أصحاب الدخل المحدود بثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول هو تخفيض نسبة الرواتب والأجور من 25% إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي، يعني تخفيض 50% من الراتب. الأمر الآخر أنه الورقة تفرض ضرائب، سيكون هناك فرض ضرائب على على الدخل، يعني دخل الموظف، بما في ذلك التخصيصات والراتب الاسمي. الورقة تضرب أيضا صاحب الدخل المحدود من خلال رفع الدعم الحكومي من 13% إلى 5% خلال 3 سنوات. يعني الاتجاهات كلها تشير إلى أنه الطبقة الفقيرة رفع الدعم الحكومي تقصد مثلا ارتفاع المحدود سيكونون أصحاب التأثر الأكبر بهذه الورقة. عفوا دكتور، رفع الدخل الحكومي رفع الدعم الحكومي عفوا تقصد أنه مثلا أسعار الوقود ترتفع، أسعار المستشفيات ترتفع، الكهرباء تقصد هيك والماء؟ نعم الكهرباء والماء، هذا ما قصدته الحكومة بالورقة. إذن ما يبقى راتب للموظف بهيج حالة؟ رفع الدعم الحكومي نعم، ما يبقى راتب للموظف بهيج حالة، منها ضريبة ومنها راح يرتفع ترتفع أسعار الكهرباء والماء والبنزين وغيره. الحقيقة إذا تعطي منها تأخذ منها الوزارة. إذا كانت الأمور ستمشي بهذا الاتجاه فهذه الورقة ستقود إلى ثورة شعبية كبيرة جدا. يعني إذا كانت مظاهرات تشرين طلع بها فقط الشباب اللي هم لا يملكون فرصة عمل، فالمظاهرات القادمة سينضم لهم الموظفين اللي تضرروا من هذه الإجراءات، وستصبح ثورة كبيرة جدا حقيقة.